تعيش مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة على أشغال أوراش مفتوحة لعدد من المشاريع، والتي يراهن المسؤولون على أنها مكسبا للبيضاويين. فكيف يرى المواطن البيضاوي هذه المشاريع؟ أنا بصراحة حاسة بفرح كبير بهذه الأشغال، لأن جالسة كتحس لنا مدينتنا، إحنا ناس ديال الدار البيضاء، وكنشوفوا تحسن وكنشوفوا الطرقات كيصاوبوا. كيبان لي من القدام الا كانوا غادي يكونوا بواحد الوتيره سريعه، ما كاين حتى شي مشكل، غادي يكون عندهم ايجابيات. في الواجهه الاخرى وتحديدا في ساحه الحمام، يثير انتباه المره بدايه اشغال. المعلومات تفيد ان هذا الورش يتعلق ببناء مسرح كبير في هذا المكان. فكيف يتفاعل المره مع هذا الحدث؟ هذه الاشغال مشكله عويصه. قالوا لي هذا المحل غادي يديروا فيه تياتر، يعني مسرح، وجا هذا المسرح بحال الحبس. المسرح تيخصو يكونوا عنده المؤهلات ديالو، تيخص طرقان كبيره اللي كتديلو الناس، وتيخص يكون عنده الباركينغ فين الناس تحط لي فواتور ديالها ملي تيدخلوا التياتر لتحت. هنا محبوس، واخا الانسان يبغي يجي المسرح ما غادي يجيلوش، لانه سي ان تياتر ديال الحبس. اما هنايا ملي سولت انا واحد قال لي راه المسرح يكون هنا، قلت مزيان يخليوه هنا لان عنده ماضي، عنده تاريخ، عنده يخليوه هذا الشيء هكايا يزيدوا يصوبوا. هذه المشاريع المهيكلة بحسب المسؤولين تشكل بعضا من مخططات البرنامج الاستعجالي لمدينة الدار البيضاء، وستقود العاصمة الاقتصادية إلى بلوغ مصافي المدن المتمدنة والمتكاملة في جميع الميادين والقطاعات. إلا أن المواطن يرى أن إنشاء مشاريع على حساب بعض المآثر يعطي صورة معاكسة. هاد الساحة كانت ساحة إدارية زوينة، كان خصها تنقى وتزيد تصوب، يعني كنشوفوا فيها العمالة، فيها ديال الضرائب، فيها لو تريزور بيبليك، فيها ساحة إدارية يزيدوا يحلقوا عليها، وحيدوا شوية داك الحمام اللي كان تيوسخ وادي، وحيدوا داك اللي كان باركينغ ديال السيارات، ويزيدوا يحلقوا عليها ساحة إدارية ممتازة. بعض المواطنين البيضاويين يثمنون هذه الخطوات، إلا أن لديهم بعض الاعتراضات. قبل ما يبداو في الأشغال يديروا للناس اللي كيمشيو اللي كيخرجوا من الخدمة، خصهم فين منين يمشيو، الطرقات كلها مقطوعة وما كيديروش للمشاة منين يقدر يتوصل باش يمشي للجهة الأخرى. هذه كنشوفها ما كاينش مراعاة للمواطن ملي كيخرج منين غادي يمشي، كنوليو هربانين من جهة أخرى أو مطولين على الطريق، كنطولوا الطريق باش نوصلوا المكان اللي احنا ماشيين له او العمل ديالنا. فيما يرى البعض الاخر ان المشاريع المفتوحه جاءت متاخره وبطيئه جدا، لان شفنا في بلادات اخرين عن صدق راه في واحد الظرف وجيز كتصيب الاشغال جمعوا طواو. هنا في المغرب واللي هذه هي اللي كنتخوف منها، هو واخا كدار الاشغال كيخليو ما تبقى من الترابات ومن الحجر، ولكن كان هذاك الشيء يكون شحال هذه في التسعينات، وبالنسبه انا الجيل ديالي شويه هذاك كنشوف بان هذا الشيء جا معطل، لهذا كنتمنى انه يسرعوا لحقاش راه تعطلوا بزاف. الا انه يبقى المتفق عليه هو ان العاصمه الاقتصاديه تشهد ثوره تنمويه، فهذه المشاريع بغض النظر عن كل النواقص وظروفها وزمان انجازها، من شانها ان تقلع بالمدينه اقتصاديا وتجعل منها قطبا استثماريا.